مرحبا بكم أعزائي المتابعين. ربما سمعتم أن الاستخدام المتواصل للإنترنت يخرب القدرات العقلية أو الإبداع بالتحديد. نحن في عصر الأداء الأقصى. مصطلح الأداء الأقصى يستخدمه الأشخاص الذين يريدون التقدم في عملهم، وبشكل أكبر لدى أولئك الذين يعملون في ريادة الأعمال. وبسبب كتب كثيرة مثل The 4 Hours Work Week للكاتب تيم فيرس، أصبح الناس أكثر إدراكاً لفكرة أن العمل من 9 صباحاً للخامسة مساءً صفقة سيئة جداً. إحدى الطرق التي أصبح يستخدمها البعض هي المعززات الإدراكية أو الأدوية الذكية أو النوتروبيكس. النوتروبيكس هي أدوية معززة للإدراك، وخصوصاً الذاكرة والإبداع والرغبة في العمل لدى الأشخاص الطبيعيين. في سيليكون فالي بأمريكا، حيث تجتمع معظم الشركات الصناعية في العالم والتنافس شديد، النوتروبيكس تصل لدرجة يعتبرها البعض من الضروريات. تيم فيرس تحدث عن هذه المشكلة في مقابلته مع CNN Money. Let's just say you're a 24-year-old startup co-founder. You've just got a seed round of funding from a big venture capitalist and you feel intense pressure to compete against the half a dozen other companies that are trying to do the same thing. You're going to think about what pills and potions you can take, because the difference between completely failing, losing all your money, making $1 million and making $1 billion is right here. بعض الأشخاص العاملين في سيليكون فالي وصلوا لدرجة أخذ حجرات صغيرة من لايسيرجيك أسيد ديثيلاميد المعروف باسم LSD أو أسيد لتحسين قدراتهم على الإبداع والإنجاز في العمل. هذه الجرعات الصغيرة من الأسيد تؤثر تأثيرا كبيرا على قدرات مستخدميها دون التسبب بهلاوس مشتتة للانتباه. بالطبع فإن معظمنا لن يستخدم مواد غير قانونية لزيادة الإنتاجية. بالنسبة لمعظم الأشخاص، وربما تكونون منهم، لا يهلعون لعدم إكمالهم لأشغالهم قبل الصباح، ولكن ربما معظمكم يستيقظ من النوم ويفتش في مواقع التواصل الاجتماعي لساعة أو أكثر بينما لا زال على السرير. نحن في الحقيقة لا نصل لمتوسط قدرتنا على الإنتاجية بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، الإنترنت وأدمغتنا. تتم في الوقت الحالي دراسات كثيرة تثبت أن الإنترنت يؤثر على قدرتنا على التركيز ورغبتنا في العمل بسبب المعلومات القصيرة المتواصلة التي يتلقاها الدماغ. في تيد تولك ألقاه جاري ويلسون تحدث عن كيف أن العديد من الدراسات التي ظهرت بعد عام 2009 تثبت أن الإنترنت يسبب الإدمان. جاري يقول أنه حتى الآن كل الأبحاث المتعلقة بالدماغ تشير إلى اتجاه واحد، أن معلومة واحدة بعد كل نقرة يمكن أن تسبب الإدمان. كوني أدرس في الجامعة مع العديد من المشاريع الأخرى بجانب الدراسة، يتطلب مني أن أجد متشتتات الانتباه حولي، وقد لاحظت أن هناك أياما لا أستطيع التركيز فيها في عمل معين لأكثر من 20 دقيقة بسبب استخدامي المتكرر للإنستغرام، ومع تقليلي من استخدامي زادت قدرتي على التركيز. وهذه الطبيعة الإدمانية مصممة بشكل متعمد في معظم التطبيقات، وهو ما تحدث عنه نير إيل في كتابه هوكد. هذه التقنية التي تجذب المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي تسمى صنارة الصيد. صنارة الصيد تصميم تطبيقي يربط مشكلة لدى المستخدم بحل لدى الشركة ولمرات متكررة بشكل كاف ليتحول إلى عادة. صنارة الصيد بها 4 أجزاء: المحفز، الفعل، المكافأة، الاستثمار. كل صنارات الصيد تبدأ بالمحفز، وهو النقر على زر حتى يتحول هذا المحفز لعادة لدى المستخدم، وتسمى بعدها المحفز الداخلي. المحفزات الداخلية هي أشياء تخبرنا ما الذي سنفعله الآن، حيث أن المعلومة ليست داخل المحفز بل مرتبطة به، وغالبا تكون على شكل مشاعر وليست أي مشاعر، بل بالتحديد مشاعر سلبية. إذا ما الذي نفعله عندما نحس بالوحدة
أو الملل أو القلق، نتوجه إلى موقع التواصل الاجتماعي الذي يقلل من هذا الشعور. في بعض الأحيان عندما أكتب بحثا معينا وأتوقف لأنني مللت، أقوم بفتح اليوتيوب ومشاهدة أحد المقاطع دون شعور حتى. نحن نقوم بالأفعال أملا في نوع من المكافأة، والذي هو كان بالنسبة لي نقرة على مقطع اليوتيوب، ولكن يمكن أن يكون كذلك نقرة على الفيسبوك أو إنستغرام. المحفز هو أنني أشعر بالملل، لذلك أقوم بفعل بسيط، فتح الإنستغرام أملا في الحصول على مكافأة، والتي تكون صورة مضحكة أو مقطع لطيف. عندما نناقش السلوك الإنساني، معظمنا لدينا معرفة محدودة أن الدوبامين يؤثر على أفعالنا، وهذا صحيح، ولكن الدوبامين يساء فهمه على أنه كيمياء عصبية يفرزها الدماغ لأننا فعلنا أمرا. بل كما يشرح المحافظ في جامعة ستانفورد روبرت سوبوسكي، الدوبامين يرتفع حتى عندما لا تعرفون إذا كنتم ستحصلون على مكافأة أم لا، وهذا مهم جدا، مما يعني أن محتوى شركة معينة لا يلزمه حتى أن يكون جيدا ليجعلكم ترغبون في استخدامه، بل يجب أن يكون مصمما بطريقة تجعلكم تأملون في الحصول على مكافأة، مما يجعلكم تعودون إليه في كل مرة. على سبيل المثال، انظروا إلى الإنستغرام، هل صورة تلك الفتاة مع كوب ستاربكس بتلك المتعة؟ بالتأكيد لا، وربما معظم ما ترونه لا يثير اهتمامكم حتى. الإنستغرام يستفيد من فكرة أن عقولكم تأمل في مكافأة، إنه يسبب الإدمان، ولكنكم لستم مدمنين، أليس كذلك؟ سبب اتجاه بعض الأشخاص للممنوعات رغم كونها غير قانونية، غالبا ما يكون سببه كونهم غير راضين عن حياتهم في الوقت الراهن. الناس يصلون للنجاح في البزنس والعمل والعلاقات الإنسانية أملا في الحصول على مكافأة، وهو الشعور بالرائع بالسعادة بعد الإنجاز. ولكن لماذا نعمل ونتعب تجاه هذه الأشياء لوقت طويل إذا ما كان بإمكاننا تعاطي الكوكايين مثلا؟ بالتأكيد هذه عقلية سيئة، ولكنه نفس الأمر بالنسبة لمواقع التواصل. عندما ترون الأمر بهذه الطريقة، ليست الممنوعات هي فقط ما تسبب الإدمان، ولكن الإنترنت كذلك. كيف يمكنكم ملاحظة إدمانكم على الإنترنت عندما تكونون منهمكين فيه؟ ديفيد فوستر وولز قال في خطابه في 2005، هناك سمكتان صغيرتان في السن تسبحان مع بعضهما، التقتا بسمكة أكبر منهما في السن تسبح في اتجاه معاكس. قالت السمكة الأكبر: صباح الخير يا أولاد، كيف حال الماء؟ فتعجبت السمكتان وسألت إحداهما الأخرى: ما هو الماء؟ جاري ويلسون قال هذا في حديثه ليوضح مدى تأثير الإنترنت على مستخدميه في عصرنا الحالي. العديد من الأطفال يتم تشخيصهم بمتلازمة فرط النشاط وقصور الانتباه والقلق الاجتماعي والاكتئاب الإكلينيكي بسبب أعراض مثل قلة الاهتمام بالنشاطات اليومية وتشتت التركيز، وهذه الأعراض يمكن تقليلها بشكل كبير عند التقليل من استخدام الإنترنت. دراسة من الصين أثبتت أن مدمني الإنترنت لديهم صعوبة في القدرة على التحكم في تنفيذ المهام، وهذا ربما يفسر قائمة المهام الغير منهى لديكم. الأخبار الجيدة أن فهمكم لصنارة الصيد وتأثيرها على دماغكم هي أولى خطوات تجنبها. في المرة القادمة التي ترغبون فيها في فتح تويتر، إنستغرام أو غيره، فكروا لماذا ترغبون بذلك؟ بسبب الملل، الوحدة، أو الجوع، أو ماذا؟ لا بأس في استخدام مواقع التواصل، ولكن يجب أن لا تأخذ متسعا كبيرا من الوقت في حياتنا اليومية. فإذا كنتم تقضون أكثر من ساعة على مواقع التواصل، ربما ترغبون في ملاحظة تصرفكم هذا. وإذا رغبتم في طريقة للتخلص من عادة سيئة، ربما ترغبون في مشاهدة مقطع السابق، والذي سأضعه في صندوق الوصف. ألقاكم في مقطع قادم.